الناس النهاردة فإحنا بننهي عام وبنبدأ عام نركز كلامنا في ثلاث كلمات. نقف نفكر ننفذ. نقف نفكر ننفذ. ماشي؟ نتكلم عن كلمة كلمة كده بالراحة. أول حاجة نقف وقفة شكر لربنا ونشكر ربنا في صلاة الشكر. الكنيسة تعلمنا نقول نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك ولأنك 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 أتيت بنا إلى هذه الساعة. نشكر ربنا كتير قوي إن ربنا أتى بنا إلى هذه الساعة. نشكر ربنا كتير إن إحنا شفنا الساعة دي كذا مرة. اللي عنده 20 سنة شاف الساعة دي 20 مرة، اللي عنده 40 سنة شافها 40 مرة، اللي عنده 70 شافها 70 مرة. نشكر ربنا إنه أتى بنا إلى هذه الساعة. نشكر ربنا إنه سمح لي إني أعيش لغاية لما أخلص السنة دي. نشكر ربنا إنه هو ما أخدنيش قبل ما السنة تخلص، ما أخدنيش قبل نهاية أيامي. دايما بنقصر كتير في موضوع الشكر، فنقف وقفة شكر مع ربنا. الإنجيل معلمنا لوقا إصحاح 13 بيتكلم عن واحد صاحب قرن أو صاحب حقل مزروع يعني، وعنده في الحقل بتاعه تينة ما جابتش ثمر. فجه واحد من الشغالين اللي بيعتني بالأشجار في المزرعة اللي هي، جه صاحب العمل قال له ايه؟ قال له التينة دي ليها كام سنة؟ ليها 3 سنين ما جابتش ثمر. اقطعها، لماذا تعطل الأرض؟ اقطعها، لماذا تعطل الأرض؟ فجه العامل البسيط قال له ايه؟ قال له يا سيد اتركها هذه السنة أيضا، إن ما جابتش ثمر وإلا اقطعها. اعتبر نفسك كده هو إن احنا لينا 3 سنين لم نأتي بثمر. يقولون الآباء إن ال3 سنين دول رمز لمراحل العمر بتاعتنا، الطفولة والشباب والشيخوخة. الطفولة والشباب والشيخوخة لينا 3 مراحل في حياتنا، في مننا اللي عدى ال3 مراحل وفي مننا اللي لسه في المرحلة الأولى أو الثانية. هل جبت ثمر ولا لسه ما جبتش ثمر؟ ربنا سايبك في ال3 مراحل علشان في الآخر يأتي منك بإيه؟ بثمر. والثمر اللي يجي منك ده هو الأصل، ده مش مني أنا، مش عشان أنا كويس، ده هو الأصل بتاعي، هو اللي بيديني الثمر. والثمر اللي هو إيه؟ محبة، فرح، سلام، طول أناة، وداعة، بر، تعفف، مش كده؟ دي ثمار الروح القدس. الله سابك في الطفولة وما لم يأخذك. في ناس دعيت وهي في الطفولة وانتقلت. تركت في الشباب وما أخذتش. في ناس وهم شباب انتقلوا. تركت في وانت راجل وانت ست كبيرة وما أخذتيش لسه، منتظر منكم ايه؟ منتظر منكم ثمار. فيجي العقل الإلهي يقول ايه؟ الشجرة دي ما جابتش ثمر ليها 3 سنين، اقطعها. تيجي الرحمة الإلهية تتدخل تقول طب سيبها شوية يمكن تجيب ثمر السنة دي. ربنا بيدينا فرصة ورا فرصة، واللي شاف فينا الأيام ده هي كذا مرة، كل مرة تدي ربنا وعد وما تنفذوش، كل ربنا توعد ربنا وعد وما تنفذوش، كل مرة تقول يا رب حقك كويس وهمشي في رضاك وأعمل اللي أنت عايزه، وإحنا نكسر الوعد بتاعنا. تعالى النهاردة قول له يا رب تعهدني، تعهد هذه الكرمة لما نصلي في لحظة حلو في الكنيسة اسمه أيها الرب إله القوات. أيها الرب إله القوات انظر واطلع من السماء وتعهد هذه إيه؟ الكرمة. والكرمة دي تبقى بتاخدها على نفسك أو على بيتك أو على الكنيسة أو على البلد زي ما أنت في الحالة بتصلي. انظر يا رب وتعهد هذه الكرمة. أوعى تنسى يا رب إن الكرمة دي ورثتها إيه؟ يمينة. هذه التي ورثتها يمينة. ارجع النهاردة وقف وأنت بتصلي فكر ربنا، قل له أنا غرس يمينك، أنا غرس من غروسك، أوعى تسيبني أهلك، أوعى تسيبني بلا ثمر. عشان كده الكنيسة تعلمنا، لو حضرتوا معمودية تبص تلاقي الكنيسة ما
بتدشن جسم الانسان كله. كلنا حضرنا معموديات، خدنا بالنا من الرسومات اللي بيرسمها ابونا للكاهن للمتعمد، الطفل المتعمد. كلنا عارفين بيدشن كام رشمه؟ 36 رشمه، مش كده؟ عارفين اماكنهم فين بالظبط وليه؟ يمسك ابونا من فوق كده اهو، واخدين بالكم من فوق وبالعرض كده اهو، عمل ايه؟ المخ من فوق والمناخير والجوه، ويجي بعد كده الودن الشمال، العين الودن اليمين، عمل صليب على ايه؟ على الحواس. وكأن الكنيسة بتدشن حواسي، انت غرس مجروس فين؟ في الكنيسة. انت منتظر منك انك تجيب ايه؟ ثمر للمسيح، مش كده؟ الكنيسة قدست الحواس. يجي بعد كده ابونا يرشم فين؟ ينزل تحت يرشم الدراع الشمال 6 رشومات، والدراع اليمين ايه؟ 6 رشومات. وكأنه بيقول لك ايه؟ الايدين ده هي مش هتكون ايدين للخطية، الايدين دي هتكون ايدين بتاع مين؟ المسيح. احنا اعضاء المسيح، من جسمه من لحمه من عظامه. بولس الرسول بيقول كده اهو، احنا اعضاء المسيح، الكنيسة هي جسد المسيح. فلما يجي ابونا يدشن بالبيرون الاماكن دي، بيفكرك ان الاعمال بتاعتك لازم تشهد للمسيح. يجي يرشم القلب وتحت القلب، ومن ورا في الظهر قصاد القلب، وتحت قصاد الرشم الثاني. وكانه بيقول ان القلب ده مش هتطلع منه شهوات غير ايه؟ للمسيح. شهوات يا رب، شهوات قلبي يا رب قدسها. وفي الظهر برضو سلسله الظهر دي اللي هي اللي هي الإرادة بتاعت الإنسان، اللي هي القوة بتاعت الإنسان، نقول يا رب تكبس إرادتي. ويجي يرشم الرجل الشمال والرجل اليمين، وكأنه الكنيسة بتقول لنا إيه؟ سيرتك لازم تكون مقدسة. نتعلمها صلاة حلوة علموها لنا الآباء، إن إحنا نصليها صلاة يسوع، وابتديها من فوق، يا رب يسوع المسيح قدس أفكاري، يا رب يسوع المسيح قدس حواسي، يا رب يسوع المسيح قدس قلبي، يا رب يسوع المسيح قدس إرادتي، قدس أعمالي، قدس سيرتي. صلاة حلوة يا ريت نصليها كل يوم وكل ساعة وكل وقت. صلاة يسوع دي مش عايزة لا وقفة ولا طفل النور ولا ولع شمع ولا أعمل حاجة. وأنتوا واقفين وأنتوا قاعدين وأنتوا راكبين وأنتوا بتاكلوا وأنتوا نايمين، يا رب يسوع المسيح على لساننا على طول. فالجسد بتاعي ما بقاش جسدي، بقى هيكل. فاكرين لما سيدنا دشن الهيكل؟ دشن الهيكل ليه؟ ما ينفعش الهيكل ده نستخدمه الا لحلول المسيح فيه. فجسمي بقى هيكل، انتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم، مش مجازا ولكن فعلا واقعيا. فمن فضلكم اول حاجه نقف فيها، نقف وقفه شكر لربنا انه سمح لي اني اجي لهذه الساعه مره ثانيه. نقف وقفه حساب مع النفس. نقف وقفة حساب مع النفس. يقول واحد من القديسين يجي يحاسب نفسه كل يوم، ماذا عملنا مما يحب الله؟ وماذا عملنا مما لا يحب الله؟ اقعد لنفسك كده اهو وافرز افكارك. افكار دي تمجد ربنا ولا لا؟ الافكار دي تقدمني لقدام ولا لا؟ الافكار دي ممكن تمنعني عن التناول، ممكن يكون افكار كراهيه، افكار حقد، افكار خصام، زي ما سمعنا من ابونا انطونيس وابونا يؤنس. الافكار اللي تمنعني عن المسيح احاول انقيها. نقف وقفه حساب مع النفس. نقف برضو نقف بمزاجنا قبل ما ربنا يوقفنا غصبا عننا. بعيد عنكم الانسان اللي ما يستجيبش لصوت ربنا، ربنا يعمل معاه ايه؟ يسمح ان يكون فيه ضيقات تصيب الانسان علشان خاطر يقف. ما هو واحد مش عاوز يقف يكلم ربنا، ربنا عاوز يسمع منك كلمه، فيعمل ايه؟ طب اسمح له بتجربه عشان يجي يصلي. الحقني يا ابونا صلي، يا ابونا اعمل قداس، يا ابونا اهو جاي يصلي. ربنا عاوز يسمع صوتك، ربنا عاوز يشوف وشنا كل شويه. يدينا مرض علشان اقعد وابقى فاضي بدل ما الدنيا واخداني مشغول مشغول مشغول. يديني مرض علشان اكلني شويه واقول له يا رب انت فين وسايبني ليه؟ ربنا يقول ايه؟ شهواتي في
شهوات البني آدم، أنا بحب الإنسان، أنا خلقت الإنسان عشان يتمتع بيا. من كتر حبه فينا أوجدنا من العدم. فنقف وقفة شكر، نقف وقفة حساب مع النفس، نقف وقفة قبل ما الأمراض توقفنا والشيخوخة توقفنا. نقف نفكر ننفذ. نمرة 2، نفكر في مصيرنا الأبدي. يعني زي ما السنة 12 شهر وخلصت، السنة اللي فاتت 12 شهر وخلصت، هيجي في يوم من الأيام عمرنا يخلص. على رأي واحد من الآباء اللي عايشين الموجودين، يعني قال يعني ايه عمر الإنسان؟ أنت عندك كام سنة؟ 20 سنة. حسيت بيهم من 20 سنة؟ ما حسيتش بيهم. مين تقدر تفتكر ذكريات؟ لكن 20 سنة مروا عليك وأنت النهاردة تقول إيه؟ أكن ما عشتش. عندك كام؟ 40 سنة؟ أنا زيهم، 20 في 20 مروا 40 سنة غير ما الواحد يحس. 20 في 20 في 20 مروا 60 سنة غير ما الواحد يحس. مرة واحدة تبص تلاقي نفسك خلاص على أبواب الأبدية. مش كده ولا إيه؟ فكر إن مسيرك زي ما الأيام بتخلص وتنتهي، عمرك هيخلص وينتهي. ومش مش تشاؤم ولا حاجة، إحنا قلنا الواحد لما يفكر في الموت ده بيفكر في المستقبل. لما نتذكر الموت نتذكر الباب اللي هيودينا للحياة، مش نتذكر الموت اللي هو النهاية، لا، نتذكر بداية الحياة. الموت بالنسبة لنا زي ما قال سيدنا بابا شنودة بايع نفسه، هو قنطرة ذهبية، كبر الذهب عدي عليه عشان أوصل للحياة الثانية. ففكر في مصيرك الأبدي، وفكر إن الحياة دي هتنتهي في غمضة عين، في لحظة زي ما قال الآباء، في لحظة تلاقي الإنسان دخل في الأبدية، في لحظة، من غير ما الواحد يتعب ولا يقع ولا يعمل، غمض عينيه فتحها يلاقي نفسه دخل الأبدية. أي حالة تكون فيها وإحنا في الأبدية، مش كده؟ يمكن يكون ربنا سمح للإنسان بالأحلام، والعلماء قعدوا يدرسوا بالأحلام، والأحلام اللي بيحلموها بالألوان، والأحلام بالأبيض والأسود، والأحلام مش عارف ما تزيدش عن 5 دقايق، والإنسان يحلم ساعتين وينسى 3/4 أحلام، وهي دراسات. بس ليه ربنا سمح لنا بالأحلام ده؟ يمكن يكون سبب من الأسباب إنك لما تصحى كده الصبح تلاقي الحلم ده إيه كان؟ كان حلم. حلمت إنك بتاكل، تصحى تلاقي نفسك لسه جعان، مش كده؟ يمكن لما نروح الأبدية تتذكر حياتك اللي كانت على الأرض وكأنها إيه؟ كأنها حلم. صحيت من النوم لقيت نفسك في الواقع. هو بالظبط كده. إحنا النهاردة عايشين في الحلم. لما هنموت ونطلع السماء تلاقي نفسك في من الحلم تحولت لإيه؟ للواقع. يا ترى الواقع بتاعك ايه بقى؟ كنت بتحلم انك انت غني وانك عندك عربيات وعندك ممتلكات، وصحيت لقيت نفسك ايه؟ فقيره زي ما انت، ولا العكس؟ كنت بتحلم انك انت فقير وصحيت لقيت نفسك غني؟ هي الحكايه كده. لما نروح السماء كانت احلامنا على الارض ايه؟ غنى وممتلكات، هتلاقي نفسك هناك ايه؟ فقير، ترجع لطبيعتك اللي نمت عليها، مش كده ولا ايه؟ يبقى أول حاجة نقف، تاني حاجة ايه؟ نفكر، ونفكر تفكير إيجابي للسنة الجديدة، وتغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، غير أفكارك من ناحية الحياة، يا أخي يعني غير أفكارك من ناحية الكنيسة، من ناحية القداس، بلاش تقول القداس ممل، بلاش تقول الكنيسة بدري. بلاش نتحجج بالحجج دي اللي بقت زي اللازمه في مخنا من غير ما الواحد يحللها كده ويلبسها. مفيش حاجه صعبه، كلنا بنصحى بدري على الاشغال بتاعتنا، كلنا بنقصد نفسنا لو في شغل يستلزم ان انا اقف 2-3 ساعات بقف والزم نفسي. ما غير فكرك من ناحيه الكنيسه، غير فكرك من ناحيه الاسرار، غير فكرك من ناحيه التناول. بدل ما الواحد يقول ده نور ونار الواحد ما يتناولش، ولا واحد تاني يتناول باستباحة، لا، غير أفكارك وتعالى قدم توبة واعتراف وقول لربنا أنا محتاج منك لمسة علشان تطهرني وأستحق. محدش فينا يستحق إن هو يتناول جسد المسيح ودمه، ولكن المسيح من محبته لينا هو اللي إدانا الفرصة دايما. يبقى نقف نفكر، نمرة 3 ننفذ. ما يكفيش إن أنا أقف بس
واتكلم واصلي وبس. ما يكفيش ان انا افكر افكار ايجابيه وبس، لازم يكون مع الافكار دي يكون في ايه؟ يكون في تنفيذ. وابتدي منين التنفيذ؟ انفذ ايه بالظبط؟ كل واحد غير التاني. كل واحد فينا يبتدي ينفذ في الحاجات اللي اثر فيها في الايام اللي فاتت. لو كنت مقصر من ناحيه الصلاه ارجع صلي، مقصر من ناحيه الكتاب المقدس ارجع اقرا. كل الحاجات اللي انت قصرت فيها ارجع اعملها، من ناحيه التناول الاعتراف، من ناحيه الاعتراف الدوري او التناول باستمرار، ارجع نفذ هذه الامور. لو عندك زعل مع حد ارجع صفي حساباتك. لو مقصر في الشكر من ناحيه ربنا ارجع اشكر. كل واحد فينا يشوف ايه اللي ناقص فيه ويرجع يكمله. يقول الكتاب من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطيئة. يعني لو عندك فرصة تعمل الخير وما عملتهوش دي خطيئة. تقول يعني ده انا لا عملت خير ولا شر، ده انا كافي خير الشر وساكت، مش كده؟ لا، دي خطيئة، خطيئة التقصير. عندك وزنة اسمها الوقت. عندك وزنة اسمها الموهبة اللي ربنا اداها لك، عملت بيها ايه؟ من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطيئة له، على رأي أحد الآباء اللي قال ربنا عمره ما هيسأل الإنسان إيه اللي خلاك تخطي؟ لأن إحنا مدروسين في الطين. وإحنا مصنوعين من الطين. فلما الطين يشتهي الطين مش غريبة. لكن ربنا يجي يقول لك إيه؟ كنت في خطية فعلا، ليه ما تبتش؟ عندك فرصة، ليه ما تبتش؟ ليه ما قدمتش؟ ما قدمتش توبة. خدوا بالكم الحياة اللي بنحياها ربنا هو اللي وهبها لنا. والحياة بتاعتنا دي ما هياش ممكنة إذا كان جسدي اتكرس في المعمودية وبقيت ملك لربنا، فأنا كلي ملك لربنا، كل واحد فينا مكرس لربنا. يقول لنا معلمنا بولس الرسول: مع المسيح صلبت لأحيا لا أنا بل إيه؟ المسيح يحيا فيا. يعني إيه؟ المسيح مات علشان أنا أعيش. المسيح مات علشان أنا أعيش، فما أجيش النهاردة أعيش حياتي بمزاجي. لا يا شيخ، افتكر كده اهو ان في واحد مات عشان انت تعيش. ما ينفعش يعيش حياتي بالطول والعرض، المفروض الحياه اللي احياها تكون حياه مين؟ حياه المسيح. على راي قصه بسيطه كده اهو، كانت يمكن نكون قلناها قبل كده مش فاكر. كان في اثنين اصدقاء وراكبين على سفينه، والاصدقاء دول كانوا يعني كل واحد ماشي في سكه، واحد بتاع ربنا قوي والثاني مش بتاع ربنا وما يجوش في الكلام ده هون. وبعدين لما جت حصلت عاصفه في السكه والسفينه هتغرق، وابتدت الناس ينزلوا الدوالب الصغيره، المراكب الصغيره، علشان الناس تركب فيها. وللاسف ان المراكب الصغيره اللي في السفينه الكبيره دي ما تكفيش كل الركاب. فابتدوا يعملوا قرعه 20 20 ينزلوا في مركب ويمشوا، 20 20 ينزلوا في مركب وينزلوا ويمشوا، لغايه لما هم الاثنين الاصدقاء دول. طبعا اخونا بتاع ربنا وبتاع المسيح ده عايش بسلام ومستعد وكل حاجه، واخونا الثاني كان مرعوب لانه كان بيقضي كل حياته في الله وفي القطيه. وجاء لاجل الصدفه ان الجرعه جت للراجل الكويس ده ان هو ينزل في المركب الصغير. وقعد يعزم على صاحبه يقول له انزل انت تعيش، انت عايز توبه، انت لازم ترجع تتوب. يقول له لا، الجرعه جت عليك انت، سيبني انا اموت في خطيتي وخلاص. لغايه لما جت اللحظه اللي فيها خلاص نزل واحد اثنين ثلاثه 19 جه عند ال 20، فراح جه صاحبه راح عمل له ايه؟ زقه من المركب الكبيره، زقه في المركب الصغيره. خلاص بتاع ربنا ده هيموت، والتاني ده ايه؟ اتكتبت له حياه جديده. فطبعا الموقف كان مؤثر بين الاصدقاء. فصاحبه من المركب الصغير يقول ليه عملت كده اهو؟ فقال له من فوق ايه؟ ارجع اقرا غلاطيا 22. غلاطيا 22. ها؟ غلاطيا 22. غلاطيا دي ايه؟ اصحاح ولا كتاب ولا سفر ولا ايه؟ رسالة بولس الرسول إلى غلاطيا أصحاح 2 عدد 20. غلاطيا 22 بتقول ايه؟ الآية اللي قلناها من شوية. مع المسيح صلبت فأحيا
لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فما أحياه الآن في الجسد، الحياة اللي أنا عايشها دلوقتي في الجسد، فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. يعني صاحبنا الكتاب عمره جديد ده، لما يقعد مع نفسه يقدر يرجع للعيشة الثانية بتاعته ويبدأ الحياة بتاعتي دي بتاعت صاحبي، ده أنا أرجع أكمل سيرته. لو كان هو عايش دلوقتي ولا اللي مت كان هيعمل إيه؟ كان هيروح الكنيسة. لو كان هو اللي عايش ولا اللي مت كان هيعمل إيه؟ كان هيسيب الخطية، مش كده ولا إيه؟ حياتنا مش ملكنا، حياتنا ملك المسيح. نقتني فكر المسيح ونقول الحياة دي مش ملكي. في قصة رمزية كده هو العساكر اللي عملوا قرعة على ثياب المسيح وقت الصلب، بيقولوا كده يعني انه ضرب القرعة فجه الحذاء بتاع المسيح، الجزمة او الشبشب بتاعة المسيح كانت ايه من نصيب واحد من الحرس، اخدتها وفرح بيها ولبسها، بيقول لك وجدت الحذاء بتاع المسيح بيقودني الى البراري ويقودني الى الصلاة. ويجي في مرة كده وانا ماشي يلاقيني خدني كده تحت شجرة واتقطعت في الشجرة مش عارف اتحرك. هو ايه الحكاية؟ مجرد ان حذاء المسيح كان متعود ان هو يروح اماكن، مجرد ان حذاء المسيح يعلمني سلوك المسيح. واخدين بالكم؟ انتم الذين اعتمدتم للمسيح قد ايه؟ لبستم المسيح. احنا مش خدنا حذاء المسيح، ده احنا خدنا المسيح كله، لبسناه في المعمودية وبنلبسه كل مرة في التناول. تقتني قوة المسيح وتمسك بيها، تقدر تضرب بيها الشر وتقدر تحيا بيها حياة جديدة. كل سنة وحضراتكم طيبين، لإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد آمين.